مشاهدينا في حلقة جديدة نبدأها بأبرز المنشطات. ممثلة الأمم المتحدة في العراق تؤكد أن الفساد فيه متغلغل ومحاربته تحتاج إلى نضال حقيقي. شح الأدوية في مستشفيات الديوانية يتسبب بوفاة 500 مصاب بمرض الثلاسيميا والكوادر التمريضية في مدينة الطب تعلق عملها. قوات مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني تدخل كركوك تمهيدا لتمركزها في المناطق المتنازع عليها إلى جانب القوات الاتحادية. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يؤكد أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط غير ممكن من دون مواجهة إيران. المرصد السوري لحقوق الإنسان يوافق أكبر عملية استسلام لعناصر من تنظيم داعش في محافظة دير الزور السورية. بكم. لم يخطو العراق خطوة واحدة إلى الأمام في معظم القطاعات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين. أكثر من 15 سنة ولا يزال المواطن العراقي يفتقر للكهرباء والماء الصالح للشرب، فيما تغزو العشوائيات معظم محافظات العراق، وسجل الفقر ارتفاعا غير مسبوق في البلاد. كل ذلك بسبب الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة بكاملها، بينما لا تزال القوى السياسية الكبيرة تعتاش على موازنة الدولة بطرق وأساليب مبتكرة. وفي هذه البلاد التي ينخرها الفساد ثمة أربعة مؤسسات تعنى بمكافحة هذا الداء الذي استوطن فيها وعرقل نمو الاقتصاد وبقية القطاعات الأخرى. يؤكد خبراء قانونيون بأن التشريعات لا تكفي للقضاء على الفساد في ظل إرادة سياسية تقف بقوة خلف الفاسدين وتحميهم. وهذا ما أشرته الممثلة الأممية في العراق التي أكدت بأن مهمة القضاء على الفساد تبدو مستحيلة أمام الحكومة العراقية الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي. نتابع تقرير الآتي ثم نعود لنفتح النقاش. لن تكون مهمة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي سهلة في القضاء على الفساد، ويجب أن تطال العقوبات أي حزب أو مسؤول مهما كان موقعه. هكذا كانت إفادة ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينس أمام مجلس الأمن، حيث حذرت بأن الفساد المتغلغل في العراق يحتاج إلى نضال حقيقي من أجل مكافحته وإعادة ثقة الشعب بحكومته. قام رئيس الوزراء برئاسة ثلاث اجتماعات للمجلس الأعلى الذي يهدف لتوحيد الجهود الرامية لمكافحة الفساد إن قام به أي شخص أو حزب بغض النظر عن موقعه وموقفه. ومكافحة الفساد لن تكون سهلة، ولكنها عملية ضرورية بما أن الفساد سريع ومتغلغل في مستويات كثيرة في العراق. هذا نضال ضروري لإعادة إحياء الثقة الشعبية. يأتي ذلك في وقت شكلت فيه الحكومة العراقية مجلسا لمكافحة الفساد أثار جدلا كبيرا بين الأوساط السياسية والشعبية، إذ أكد خبراء قانونيون أنه لن يكون سوى حلقة زائدة ستساهم في زيادة الترهل المؤسساتي للدولة. ويضاف هذا المجلس إلى ثلاث مؤسسات حكومية أخرى تعنى بمكافحة الفساد في البلاد، فقد سبق المجلس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين، والتي استند تشريعها إلى قوانين وتشريعات صدرت عن مجلس النواب. وترى الحكومة العراقية بأن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد خطوة مهمة ومطلوبة على طريق إعداد استراتيجية وطنية لمكافحته والإشراف على استكمال الأطر القانونية وسد الثغرات التي ينفذ منها الفساد. نفتح النقاش في ملفنا مع ضيفي في الاستوديو الباحث الدكتور غازي فيصل، أستاذ العلاقات الدولية.
أيضا التنمية السياسية، وينضم معي النائب محمد الغزي عضو اللجنة القانونية. سأبدأ معك قانونيا ثم ننتهي مع دكتور غازي سياسيا، كون أن الفساد لديه جوانب سياسية وقانونية. لماذا التشريعات القانونية اليوم لا تكفي لمحاربة الفساد في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا ومرحبا بكم وبضيفك الكريم. يعني ابتداء موضوع الفساد ومحاربة الفساد، أصبحت هذه إقانة تطرق وتثقل مسامع المواطنين. يعني حقيقة يعني عفوا، الهيئات الرقابية موجودة منذ عام 2003 مثل ما عددتوها بتقريركم، هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، ومكاتب مفتش العموين، إضافة إلى إضافة مجلس مكافحة الفساد الجديد. حقيقة المشكلة ليست في هذه الهيكليات، اليوم وجود هذه الهيكليات أثبت فشله، والدليل اليوم أكو تضخم عندنا باللجان والهيئات التي تدعي محاربة الفساد، مع العلم أنه بالمقابل الفساد في ازدياد وفي سعة أكثر. المشكلة أنه ليست فقط في القوانين، المشكلة في آلية إطباق القوانين. كل هذه اللجان وكل هذه الهيئات من مكاتب مفتش العموين، ديوان الرقابة المالية، يعني من ناحية من أعتقد وحسب رأيي الشخصي تعالج المشكلة بعد وقوعها. يعني هناك اختلاف، يعني ديوان الرقابة المالية هو ديوان رقابة لاحقة، يعني ممكن يكتشف حالات الفساد بعد وقوعها. مكاتب المفتشين نفس الحالة، هيئة النزاهة نفس الحال. المشكلة أنه كيف نعالج الفساد من جذوره قبل وقوعه. يعني القوانين الموجودة عندنا في الحكومة العراقية لا تلبي أو لا تعالج هذه المشاكل. يعني موضوع قوانين النزاهة، قوانين عقابية، قانون العقوبات العراقي وقوانين عقابية تعالج وتعاقب الفاسد والمفسدين والمسؤولين المتهمين بالفساد بعد ارتكاب الجرائم وبعد حدوث السرقات. طيب سيد محمد، سأعود إلى هذه النقطة. قلت بأنه يتم معالجة المشكلة بعد وقوعها، ولكن دعني أسلط الضوء على الناحية السياسية. دكتور غازي، يقال بأنه بدون إرادة سياسية لا يمكن مكافحة الفساد، لماذا؟ هل مكافحة الفاسد بالإرادة السياسية أم بزجه في السجون؟ هي لا يمكن فصل لا يمكن فصل الإرادة السياسية عن تطبيق القانون واحترام القانون واحترام الدستور. الدستور لا يجيز هذه المنظمات والتنظيمات اللي فاقت التصور اليوم في العراق، واللي تمارس دور القيادي في عمليات الفساد المالي والإداري والسياسي. على هذا الأساس أعتقد اليوم أن كل المعلومات اللي تم كشفها، سواء الدكتور الشلبي أو محمد علاوي وزير سابق، أو عادل نوري عضو مجلس النواب عبر تقرير موسع عن هذا الموضوع، أنفاق 600 مليار دولار بدون إيصالات، الشلبي تحدث عن 322 مليار دولار أنفقت أو أهدرت من البنك المركزي عبر التصريف اليومي لشركات وهمية وشبكات وهمية، وهو يعتبر أن هذا العمل هو عمل لشبكة عصابات وليس لشركات فعلية. أحب أثير الانتباه، شبكة العلاقات الإقليمية بين طبقات الفساد المالي اليوم في العراق والإقليم على صعيد إيران وغيرها من الدول تستثمر وتربح أكثر من 76 مليار دولار سنويا. هذه كارثة كبرى. ومثل ما أشرت حضرتك في البداية، الفساد المالي أدى إلى تعطيل قدرة العراق على التنمية. على سبيل المثال، العراق يحتاج إلى 30 ألف ميجا وات كهرباء، اليوم لا يصل إلى المواطن أكثر من 7000 ميجا وات. كل هذا يحصل بسبب الفساد المالي اللي عطل بناء البنية التحتية للكهرباء، عطل بناء البنية التحتية لإنتاج الطاقة ومصافي النفط، عطل البنية التحتية للتعليم، كل البنى التحتية اليوم المعطلة هي بسبب استراتيجية الفساد المالي اللي استباحت الاقتصاد ودمرت الاقتصاد العراقي. عندما نتحدث عن هدر تريليون دولار في بلد من مثل العراق، كان ممكن هذه التريليون دولار كما يشير الشبيبي أن تصنع من العراق دولة متقدمة في الشرق الأوسط. لكن مع الأسف هذه الطبقة السياسية اللي استحوذت على السلطة في 2003 لليوم كونت شبكة. يعني اليوم في كل وزارة هناك هيئة اقتصادية تتقاسم هذه الثروات، تتقاسم الكوميشنات والمشاركات
المصالح، عندما حزب يكون عنده محافظ في محافظة معينة، كل العقود مع الشركات اللي ينجزها هذا المحافظ وكل الأموال اللي يحصل عليها ككوموشينات يتحول نسبة من عندها لهذا الحزب. ولكن دكتور إذن الأحزاب يعني السياسية هي جزء هي من هذا التواطؤ الكبير في هذا المساد المالي. بالتأكيد ولها ممثلين في داخل الوزارات. ولكن أعود لك سيد محمد، عندما تقول بأن كل هذه الهيئات هي خلقت لتعالج المشكلة بعد وقوعها، لماذا ألا يعني يحتوي الدستور العراقي قانون يتم الالتزام به والتطبيق بفرض صلاحيات معينة، تقليل من صلاحيات، رقابة في داخل الوزارات، لماذا نصل إلى أن نتحدث عن مليارات تهدر ويتم سرقتها وإخراجها إلى خارج العراق، ومن ثم ننشئ لجنة جديدة وهيئة جديدة لتقصي الحقائق ولمعالجة الفساد؟ طبعا ابتداء هو الموضوع اليوم السلطة التنفيذية والتشريعية ومجلس القضاء، السلطة القضائية، هم كلهم يجب أن يتفقوا وتكون لديهم يعني كلمة واحدة ويتحدون على محاربة الفساد وزج المسؤولين الفاسدين بالسجون مهما كانت انتماءاتهم السياسية. يعني ابتداء يجب أن تكون هناك إرادة سياسية وإرادة تنفيذية وإرادة قضائية في محاربة الفساد، وهذه الإرادة لحد الآن لم تجتمع بصورة حقيقية ولم تتحقق طيلة هذه السنوات الماضية. معروف في كل دول العالم أن الأجهزة الرقابية هي تناقش أو تدقق بالحسابات والأمور يعني الرقابية بعد يعني بعد انتهاء المشاريع أو غيرها. اليوم معروف الفساد من أين يأتي، يعني المسألة واضحة وبسيطة، لا يحتاج أعتقد إلى قوانين ولا يحتاج إلى بل سيد محمد. سيد محمد يعني حضرتك عضو باللجنة القانونية وتصرح أيضا بنفس التصريحات لكبار سياسيين وقادة في العراق إذا كانوا على رأس وزارة أو حتى في قيادات سياسية حزبية يصرحون بأنهم يريدون محاربة الفساد، من هو الفاسد؟ أين هو الفساد؟ يعني بس بالعراق نتحدث فقط عن مئات ملايين الدولارات ولا نراها في الشارع، لا نراها في البنى التحتية، لا نراها لدى المواطن، ولكن نسمع عنها موجودة في البنوك خارج الحدود العراقية أو في مشاريع تعود إلى سين وصاد في السلطة لا يمكن لأحد أن يحاكمه اليوم. من هو الفاسد في العراق؟ يعني حقيقة قبل ما أبحث عن من هو الفاسد، وعلى الحكومة أن لا تبحث عن من هو الفاسد بقدر ما تحمي أموالها. اليوم خلينا نكون يعني نبسط الأمثال، كأنه بيت عراقي وفي أموال، يعني شخص عراقي مواطن كيف يحمي أمواله؟ اليوم الأموال أمام أي في كل المجتمعات، إذا كانت عرضة وسرقتها سهلة فأكيد اليوم يسيل لعاب أي شخص عليها، وكل وأغلب النزهاء ممكن يكونوا الفاسدين إذا كانت الأموال سائبة في الوزارات وغيرها. إحنا يجب أن نبحث كيف نحمي الأموال، كيف نحمي مقاولاتنا. هذا أعتقد هي مسؤولية الحكومة التنفيذية والسلطة التنفيذية اليوم بالتعقيدات الإدارية بالروتين الموجود وصعوبة وصول المواطن إلى المسؤول، وخصوصا بالسلطات التنفيذية تجد هنا تدخل في مسألة المعاقبين وتدخل مسألة الوسط وتدخل مسألتها، وهذه كلها حلقات زائدة تؤدي إلى الفساد. نعم. أعتقد اليوم أي شركة وأي مقاول يريد يعمل مقاولة أو مشروع أكيد هو هدف الربح، في المقابل أنه ما أعتقد يعني يعطي كوموشينات عالية أو غيرها. الروتين سبب رئيسي من أسباب الفساد في أي حكومة، ليس في حكومة العراق، والعراق الحمد لله والشكر من أكثر الدول كحكومة من أكثر الدول تعقيدا. ونشوف اليوم المعاملات خلال داخل الوزارات، يعني المواطن أو المسؤول أو أي واحد يعني الأكثر تعقيدا والأكثر سرقة. سيد محمد كما قلت المال السايب طبعاً غازي. يعني نعم كل ما يعني تكون سأجتزئ مما تحدثت عن المال السايب يعلم السرقة. دكتور غازي فعلا كيف نحمي الأموال وهي عندهم؟ يعني كيف نحمي؟ هنا تكمن المشكلة الجوهرية، أن السلطات المختصة سواء في التنفيذية أو التشريعية أو القضائية هي شريك كبير في هذا الفساد المالي، هي جزء من تحويل هذا الفساد إلى فساد بنيوي
بنيوي، هو جزء من بنية السلطة، من بنية النظام، هو يؤدي وظيفة لتدمير الاقتصاد العراقي والحفاظ على المصالح الشخصية لهذه الهيئات والمؤسسات الموجودة اليوم واللي تتحكم بالشعب العراقي. اليوم مستويات الفقر كما أشرت في البداية مرتفعة جدا، الجوع، المرض، 39 وباء، المدارس تحتاج إلى أكثر من 20,000 مدرسة، هناك كوارث اجتماعية. يعني هذه السلطات لا تعير أي اهتمام للاحتجاجات الكبيرة في البصرة وفي مدن الجنوب والمدن العراقية، لا تعير أي اهتمام لانتشار الأمراض السرطانية والأوبئة في الجنوب بسبب التلوث البيئي واليورانيوم المنظف. هذه السلطات لا تعير أي اهتمام لما تصدر الشفافية الدولية بيانها وتقول العراق رقم واحد بالعالم على صعيد تبييض الأموال، هذه كارثة. عندما تقول العراق رقم واحد في مجال أو واحد من بين 10 دول على صعيد الجريمة، هذه كارثة. على صعيد الفقر، على صعيد انعدام الأمن، انعدام الاستقرار، لا نلاحظ أي إجراءات جدية من هذه الأحزاب اللي اعتبرها يمينية رجعية متخلفة قادت البلد إلى هذه الكارثة وما زالت تتسلط. حتى اليعقوبي في الجمعة الماضية أحد المراجع أشار إلى هذا الفساد المالي، إلى دور الأحزاب الإسلامية في تدمير الاقتصاد والعنف والجريمة. السيد السيستاني في لقاء مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة صدر بيان يشير بوضوح إلى حجم الكوارث الخطيرة اللي تعصف بهذا البلد وسببها هذه الأحزاب. نشير إليها ولا نستطيع أن نخطو نحوها ونحل هذه الأزمة. سيد محمد، طرحنا كيف يمكن المعالجة من خلال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي أنشأه أو فعله السيد عادل عبد المهدي، وهنالك من يشكك بعدم قانونيته. كيف يمكن للجنة أو هيئة غير قانونية أن تسير بالطريق القانونية وتجلب أموال الشعب العراقي من الخارج والداخل بشكل قانوني؟ لأن أعتقد موضوع مجلس مكافحة الفساد عليه إشكالات قانونية وعدة آراء تختلف في أنه هذا المجلس هو ينطبق مع الدستور أو لا ينطبق مع الدستور. صدقيني إحنا إذا نرجع على موضوع كيف نحامل على أموالنا، كيف ندافع عن أو كيف ننهي الفساد، الموضوع بسيط. أعتقد الحكومة لو كانت جادة بمحاربة الفساد لا ينبغي تشكيل لجان ومجالس وغيرها وهيئات. اليوم اكتفينا من عدد هذه الهيئات. الحكومة الإلكترونية أصبحت واجب على الحكومة أن تتبنى خطة واسعة للحكومة الإلكترونية حتى تكون التعاملات بشفافية مطلقة أمام كل المواطنين وأمام كل المسؤولين وأمام الأجهزة الرقابية. فأعتقد اليوم الروتين الموجود في الوزارات، طريقة التعاملات الورقية، لحد الآن العراق يتعامل بالأمور الورقية، هذه جزء من الفساد. أما أن تكون حكومة إلكترونية كاملة، أعتقد ستتم معالجة الفساد بصورة حقيقية وفعالة. أما موضوع هيئات واستحداث هيئات والمجيء بشخصيات لمحاربة الفساد هم جزء، يعني اليوم مكتب المفتش العمومي. سيد محمد، يعني الخلاص من الحلقات الزائدة، أنت تتحدث عن صغار الفاسدين وليس حيتان الفساد، من تحيل العقود ومن تأخذ المليارات. هؤلاء الصغار لولا رؤيتهم للكبار وهم يسرقون بهذه الأموال لما استطاعوا. يمكن حل هذا الموضوع من خلال الحكومة الإلكترونية في مديرية صغيرة، في مؤسسة بسيطة، ولكن أنت تتحدث عن متسلطين متجذرين، حيتان فساد موجودة تخرج ونسمع عن هذه الملفات، وهنالك هيئات ولا يوجد حل. حتى على مستوى الوزارات وحتى على مستوى العقود الكبيرة التي تتعاقد بها الوزارات كافة، أعتقد إذا كانت واضحة وشفافة أمام الناس وأمام المواطنين وأمام الأجهزة الرقابية راح يقل حلقات الفساد. اليوم نحن نكذب إن قلنا اليوم سننهي على الفساد في العراق، لكن نحاول أن نبدأ الخطوة الأولى بإنهاء الفساد في على الأقل في المستقبل، ولا سمحاربة الفساد والفاسدين الذين سرقوا الأموال منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة. أعتقد هذه معركة ضارية لا ممكن تحقيق النصر لها بالوقت الحاضر. ماكو يعني حقيقة لا يشع أمل في يعني إجراءات الحكومة من أنه جادة في محاربة الفساد، والدليل اليوم يعني تشكيل مجالس إضافة مجلس مكافحة الفساد إضافة للجان. هو منين يتكون مجلس مكافحة الفساد؟ من هيئة النزاهة ومن مكاتب المفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية. طيب أنا ما جبت فيه جديد، يعني نفس الأسماء هي موجودة أصلا. فإن كانوا جيدين بعملهم
مراقبة الفساد فنشكرهم وهم موجودين في دوائرهم. ليش اليوم أخلي مجلس أعلى مكافحة الفساد بينما هي الحلول عملية؟ يعني يقول الدكتور أو السيد عادل عبد المهدي يقول بأن هنالك من ملفات سيتم الفضح عنها ونحن بالانتظار. دكتور غازي، أوروبا لا تتعامل، دعنا نتحدث عنها بالكاش، لا يتعاملون بهذه الطريقة، يتعاملون بالحكومة الإلكترونية، يتعاملون بإحالة العقود وفق لجان مخصصة مهيئة تدرس تقيم ومن ثم تحيل هذه الأمور حتى بأبسط مع أبسط الموظفين. لماذا لا نستطيع في العراق تطبيق هكذا نوع، أو ربما نأخذ بنظر الاعتبار الذهاب إلى الحكومة الإلكترونية كما شاهدناه بالتصويت الإلكتروني؟ يعني إذا ذهبنا فعلا إلى إجراءات وتقنيات توصي بها المؤسسات الدولية المعنية بالشفافية أو الاتحاد الأوروبي في الرقابة على حركة الأموال، البنوك، الاستثمارات، العقود إلى آخره، أكيد سيكون هناك تضييق على الفساد المالي. ومع ذلك هناك إجراءات في كل الدول الأوروبية بالولايات المتحدة الأمريكية. اليوم في أمريكا يحاكم جنرال لأنه قدم رشوة إلى رئيس وزراء عراقي وابنه وصهرة. من هو هذا رئيس الوزراء اللي استلم هذه الرشوة؟ احنا المفروض نعرف. واذا طلع اسمه هل سنشوفه لحظة كشعب امام المحاكم العراقية لكي يدان؟ نتمنى ذلك. الحقيقة الدستور يشير الى الشفافية، يشير الى الوضوح. الدستور لا يجيز، القوانين لا تجيز، لكن هذه الطبقة الفاسدة، هذه طبقة اجرامية طبقا للقانون العراقي. هذه الطبقة هي التي انتهكت القانون والنظام والدستور والحقوق والمبادئ والأخلاق. هذه الطبقة لديها مصلحة في الاستمرار للاستحواذ على المال، للاستحواذ على السلطة، على النفوذ. إذن يجب إجراء تغيير جذري في طبيعة بنية هذا النظام طبقا للدستور وإعادة سلطة القانون، سلطة القضاء النزيه. المشكلة اليوم أن الفساد المالي اجتاح حتى القضاء في بعض من درجاته. لا يمكن التخلص منهم، صارهم سنوات في العراق، لا يمكن التخلص منهم بالكلام، يمكن تخلص منهم بالفعل، وحتى الفعل هنالك الكثير من المشاكل عليه. دكتور غازي فيصل، أستاذ العلاقات الدولية والتنمية السياسية، شكرا جزيلا لك، وشكرا أيضا موصول للنائب محمد الغزي عضو اللجنة القانونية. أهلا بكم من جديد. أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس في ختام مؤتمر وارسو أن بلاده تعمل على إقامة تحالف بين عدة دول بهدف القضاء على التطرف الذي وصفه بأنه أخطر التحديات التي تواجه المنطقة، مشيرا إلى أن إيران تشكل أكبر ممول للإرهاب في العالم. وتعهدت الولايات المتحدة بأن تعمل على تقويض نفوذ النظام الإيراني في المرحلة المقبلة استكمالا للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها مسبقا، تمهيدا لعزله وإنهائه تماما. نتابع هذا التقرير. من جديد، تؤكد الولايات المتحدة الأمريكية ضرورة مواجهة إيران لإحياء السلام في المنطقة، ودعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى عهد جديد من التعاون في مواجهة التحديات بالشرق الأوسط، وقال إنه ليس بوسع أي دولة أن تبقى على الهامش، في إشارة لما يبدو إلى نية أمريكية لتشكيل تحالف من دول المنطقة لمواجهة التمدد الإيراني. وأشار الوزير الأمريكي إلى أن الإيرانيين يعملون في العراق وسوريا ولبنان واليمن ويساعدون الحوثيين وحزب الله وجماعات أخرى، ما يمثل تهديدا حقيقيا للأمن والسلام. وفي الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة تكثيف الجهود الدولية للتصدي لإيران، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن برنامج سري لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل على التصدي لإيران. في المقابل، قال المبعوث الأمريكي إلى إيران براين هوك أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتفقان على أن النظام الإيراني يمثل خطرا على الأمن والاستقرار العالميين رغم الاختلافات بشأن الاتفاقية النووية، معتبرا مؤتمر وارسو فرصة لدول العالم للتعامل مع النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط. نفتح نقاش في ملفنا مع ضيفي في الاستوديو أستاذ النزاعات الدولية الدكتور حسن المومني. دكتور حسن، أهلا بك معنا. نلف نلف وندور ونرجع ونعود إلى إيران ومكافحتها ومكافحة التطرف الذي تنشره والإرهاب الذي تدعمه في المنطقة. هل ستنجح الولايات المتحدة؟
مساء الخير لك والمشاهدين الكرام. باعتقادي الآن مسألة النجاح هذه يعني مشكلة، بمعنى أنه النجاح إذا كان نجاح كلي، طبيعي النجاح الكلي، هل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها حققوا أهدافهم من التعاطي مع إيران من الاستراتيجية بكل هذا الأمر، أم أن ما زال من المبكر الحكم على النهج الأمريكي في التعاطي مع إيران؟ الآن لا شك في هنالك نجاحات، هذه النجاحات متمثلة بمجموعة. الآن يمكن أولى هذه النجاحات أنه الإدارة الأمريكية الحالية إدارة متناسقة عند الحديث عن إيران بهذا الأمر وتعريف الإيران من حيث المشكلة وكل هذه الجوانب، لا تقتصر فقط على الحديث، في هنالك خطوات أيضا وإجراءات دبلوماسية واقتصادية باتجاه إيران بهذا الجانب بهذا الأمر، ويمكن آخر يعني إجراءات اللي هو المؤتمر اللي حاصل في ورسو والتصريحات الأمريكية باتجاه إيران على كافة المستويات، سواء كان من ترامب المبعوث الخاص بإيران، وزير الخارجية، مستشار الأمن القومي، في كل هذه الجوانب. فباعتقادي فيه هنالك نجاحات ونجاحات جزئية، وبدليل مسألة العقوبات الاقتصادية اللي هي أيضا مؤثرة على إيران بهذا الجانب. ولكن إيران تصرح بأن وارسو ولد ميتا، إيران تصرح براحة كبيرة، هل لعدم وجود تمثيل أوروبي كبير في وارسو؟ لا، هلا إذا بدأخذ التصريحات الإيرانية، لا شك التصريحات الإيرانية منذ الثورة الإيرانية لوقت الحاضر وهنا نفس نمط التصريحات، وعند الحديث أنه ولد ميتا، لا أعتقد أنه ولد ميتا بالمعنى الإجرائي، عقد وجاء 60 دولة وكل هذه الجوانب وكل هذه الأمور، ولا أتوقع بأن إيران تتحدث عن وارسو وكأنه مؤتمر ناجح وترحب فيه، ولو أن الخطاب الإيراني مؤيد لوارسو لشاركت إيران فيه بهذا الجانب بهذا الاتجاه. الآن مسألة سوتشي، لا شك الآن في دول تقاطعت مصالحها مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، مع مصالح الدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة، عند الحديث عن روسيا، عند الحديث عن تركيا، عن إيران، وأيضا في هنالك يعني بروسس عملية سوتشي من الأول موجودة في هذا الجانب للتعاطي، خاصة في موضوع سوريا بهذا الأمر. الآن يبدو وكأنه عندنا هنا نوع من التحالفين، لا أتحدث في سياق والله حلف وارسو القديم وحلف الناتو، لكن يمكن في تحالف مصلحي، خاصة عند الحديث في موضوع سوتشي. إيران لا تمتلك إلا أن تتحدث بهذا الخطاب الإعلامي وبخطاب المقاومة بنهاية المطاف، وهي مواجهة في نهاية المطاف، لكن بنفس الوقت إيران عودتنا في السنوات الأخيرة وفي كل هذه الجوانب أيضا هي براغماتية، بمعنى يمكن في سياق معين قد يعني هذا التصعيد اللي حاصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد يؤتي ثماره وأن يكون في هنالك تفاوض وبالتالي ينتج شيء. ولكن خطابين اليوم في إيران، خطاب خامنئي يختلف عن خطاب ظريف، أحدهما يشجع على التفاوض مع أمريكا والآخر بالضبط تماما من هذا التشجيع، ويقول بأنه لا فائدة وخسارة. فكيف إذن ستسير إيران، بخطاب خامنئي، بخطاب ظريف، أم هنالك سياسة حكومية بالشد والجذب أكثر؟ هلا هذه قد تكون لعبة أدوار. أضف إلى ذلك، لطالما إيران منذ الثورة كان في إيران الثورة اللي هي الثورة الإسلامية وخاميني وقبيل خميني، وطالما إيران الدولة المتعلقة بالرئيس والمتعلقة في الكادر الدبلوماسي وغيره في هذا الأمر، لكن في نهاية المطاف لا شك القرار النهائي في هذا الأمر هو لخاميني، وشفنا مثلا عندما بدأت المفاوضات الأمريكية الإيرانية حول الملف النووي في 2013-2015 كان القرار هو قرار نهائي لخاميني بهذا الجانب، فهي تبادل أدوار بهذا الأمر، وأيضا هي خطابات للداخل الإيراني. إيران تعاني من مشاكل اقتصادية باعتراف القيادات الإيرانية، في هنالك ضغوط على إيران في كل هذه الجوانب، وباعتقادي قد في هنالك تقييم القيادة الإيرانية، باعتقادي أنه من المبكر الآن مثلا تقديم تنازلات الولايات المتحدة الأمريكية، كلاهما داخل في مسألة تصعيدية سواء كانت سياسية أو دبلوماسية من أجل تحسين موقف التفاوضي. مثلا بعتقد الخامنئي أو السياسيين في إيران يمكن أيضا بيلعبوا على مسألة الوقت، بمعنى أن الإدارة الأمريكية هذه إدارة ترامب تفقد مصداقيتها عالميا أقلها مع الحلفاء الأوروبي. ولكن هل الأساسيات وضعت دكتور حسن؟ يعني قبل قليل تم اختتام مؤتمر وارسو، وأعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس في ختام المؤتمر عن إطلاق حملة لتقويض النظام الإيراني، وقال أن الفوضى نشرتها إيران في المنطقة، وأن الولايات المتحدة تعمل على تحجيمها اقتصاديا بشكل كامل، منتقدا في الوقت ذاته الشركاء الأوروبيون الذين يحاولون الالتفاف على العقوبات الأمريكية. نستمع وإياك ثم لنعود لكم الحوار.
نحن تركنا مواقعنا وأطلقنا حملة الآن جديدة لتقويض تمويل النظام والفوضى التي ينشرها في العالم. الإمارات ألغت صادراتها إلى إيران، أما البحرين فتكشف عن الأنشطة التي يجريها الحرس الثوري في المنطقة، والدول في كافة بقاع الأرض تعمل على تقويض أو تحقيق مستوى صفر من صادرات النفط الإيراني. ولكن للأسف بعض أبرز شركائنا الأوروبيين لم يتعاونوا معنا بالشكل الكامل، لا بل أنهم قادوا جهودا لإيجاد آلية لتقويض هذه العقوبات. فرنسا، ألمانيا والمملكة المتحدة وألمانيا أعلنت مؤخرا عن آلية لتقويض هذه العقوبات أو لتجاوز العقوبات، بحيث تمكن الشركات في الاتحاد الأوروبي والشركات في إيران من عقد العلاقات التجارية. يسمونها بالSpecial Purpose Vehicle أو قناة الدفع وفقا للمنظومة الخاصة لتجاوز العقوبات الأمريكية على إيران. وطبعا هذه القناة قناة سيئة، لا، من شأنها فقط أن تعزز إيران وتضعف الاتحاد الأوروبي. هذه عودة لإكمال الحوار مع دكتور حسن المومني أستاذ النزاعات الدولية. دكتور حسن، استمعت لما جاء على لسان نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، هنالك سعي كامل لتحجيم إيران اقتصاديا. هل يمكن أن نقول بأن هذا المؤتمر وارسو وضع أساسيات هذه الحرب الباردة على إيران اقتصاديا بدعم أوروبي ضئيل؟ لا، هو يجب النظر على هذا المؤتمر أنه جزء من كل مسألة العقوبات على إيران بدأت قبل هذا المؤتمر، وهذا المؤتمر هو نتيجة للعملية الحوارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، يعني جزء من كل بهذا الجانب. العقوبات الاقتصادية كانت على دفعتين، وعقوبات بهذا الجانب، وأيضا صار في نوع من الإعفاء لبعض من الدول، حوالي 8 دول في التعاطي مع إيران، وهذه لمدة 6 أشهر. على الأمريكان بتحدثوا يمكن مراجعة هذا الإعفاء وأن لا يتم منحه، وبالتالي فرض عقوبات أيضا عن على من يتعامل مع إيران والشركات الإيرانية بهذا الجانب. فهذا المؤتمر جزء من استراتيجية تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية الاحتواء، وجانب من السياسيين الأمريكيين بتحدث عن إسقاط النظام بهذا الجانب. فهو نوع من التصعيد السياسي الدبلوماسي الاقتصادي لجلب إيران إلى طاولة المفاوضات للحديث عن هذه النقاط. مثلا بومبيو تحدث عن 14 نقطة في هذا الجانب وفي هذا الجانب. لذلك يجب أن لا ننظر إلى هذا المؤتمر وكأن هذا هو الخطوة الأولى اللي بده يتم تأسيس استراتيجية باتجاه إيران. لا، هو جزء من كل، جزء من عملية مستمرة. ولكن العقوبات كانت تخص أمريكا تجاه إيران. اليوم نحن نتحدث عن وجود أوروبي حتى إن كان ضئيل. هل يمكن لأمريكا أن تسير بهذا الطريق لوحدها دون الدعم الأوروبي؟ لا، هلا ممكن أن تسير الولايات المتحدة الأمريكية، لكن إذا كان في دعم أوروبي أكيد بدي أعزز بهذا الاتجاه. لكن أنت تعلم أيضا الولايات المتحدة الأمريكية قوة اقتصادية عالمية، أوروبا لها تعاملات اقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية. لا شك أن أوروبا، على كمان خلينا نتحدث عن شيء معين، لا نتحدث عن أوروبا وكانت تتحدث بصوت واحد في هذا الأمر. أوروبا عندها مشاكلها وعندها انقساماتها بهذا الأمر. يعني أضرب لك مثال بسيط جدا، يعني مثلا الأوروبيين الآن تحدثوا عن وضع مثلا بعض من البنوك السعودية في التعاملات السوداء وكذا. بريطانيا مثلا عارضت ذلك أو غير رغبة بذلك. الآن الإيرانيين الأوروبيين والأمريكيين متفقين على إيران أنها إيران مشكلة، لكن مختلفين على الوسائل التي يجب التعاطي معها في إيران. وبالتالي هم الأوروبيين يعتقدوا أنه هذا الاتفاق اللي عقد مع إيران واحد من الوسائل الاحتواء بهذا الجانب. الآن إذا بدأت تحصل معركة اقتصادية مستقبلية، باعتقادي هذه الإدارة، إدارة ترامب، من النوع اللي ترغب بأن تنفذ ما تقول بهذا الجانب بهذا الاتجاه. لذلك قد نشهد حرب تجارية شبيهة بالحرب التجارية اللي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بهذا الجانب بهذا الأمر. لذلك الآن فعالية هذه الاستراتيجية الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية ما بتعتمد على مدى، على استمرار
تصميم هذه القوى بهذا الأمر وفعالية إجراءاتها تعتمد على حلفاء وتعتمد على مدى قدرة إيران على الالتفاف على هذه العقوبات، وأيضا بالتالي موضوع روسيا وموضوع الصين في هذا الأمر. فهي هنا مواجهة، هذه المواجهة إذا بدنا نأخذها فقط في موضوع إيران وفي موضوع الولايات المتحدة الأمريكية لا شك الميزان يميل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أيضا مشكلة التوجه الأمريكي والعقوبات الحالية أنها ليست بمشكلة يعني ليست بعقوبات دولية زي اللي شهدناها سابقا، وبالتالي في هذا الجانب في هذا الأمر الآن قطعا الأوروبيين والأمريكان بدهم يدخلوا داخلين في حوار حول موضوع إيران بهذا الأمر، وقد يتوصلوا إلى 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 نقاط اتفاق. أضف إلى ذلك لا أعتقد، أنا ما زلت يعني مصر أن أوروبا ليست موحدة، لا شك هنالك بريطانيا راح تخرج، ربما أيضا النتائج ستتغير مع سوتشي ومع عقد دكتور حسن. يعني دكتور حسن انتهى الوقت للأسف، وقتنا معك جميل ولكن انتهى. أستاذ النزاعات الدولية دكتور حسن المومني شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا نأتي على ختام حلقة اليوم، وعد ألقاكم يوم غد بنفس التوقيت بإذن الله.